موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الخطة الاستراتيجية لرفع كفاءة شبكة السكك الحديدية وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع. وخلال اجتماعه بوزير النقل ورئيسي هيئة قناة السويس والرقابة الإدارية، وجه الرئيس بالاستمرار في تطوير وسائل النقل بمختلف أنواعها، مشيرا إلى أهمية دورها في خطة التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة المواطنين. وخلال اجتماع آخر مع وزير النقل ورئيسي هيئة الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية قوات المسلحة، وجه السيسي بالإسراع في إتمام دراسة تطوير المنظومة التأمينية على الطرق وتوفير وسيلة فعالة تساعد المواطنين على مواجهة المخاطر التي يتعرضون لها نتيجة الحوادث، كما شدد على أهمية توفير مختلف الخدمات الأساسية على الطرق السريعة. بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم إعادة فتح معبر رفح البري أمام حركتي السفر والوصول وعبور الحالة الإنسانية والعالقين، وكذا المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة عن مواطني قطاع غزة. يذكر أن معبر رفح يتعطل عن العمل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة، إلى ملتقى.